السلام عليكم. ده اسمه كليب ابلاير او وضع الكليبسات. هنفك دلوقتي، هنبين ازاي بيتفك وازاي بيتركب وايه الطريقه الصحيحه لتركيبه. ده بيتفك 3 قطع. عندي اول قطعه من قدام كده، من التيب من قدام، يفكين اول جزء. عندنا ثالث جزء او الجزء ده مهم جدا، بفضل يلفه كده لحد ما يتفك معايا. اهو كده بقى عندي 3 قطع. طيب هنركبهم دلوقتي تاني. بركب التيب الاول، وبقفله كويس. طبعا اما اجي انضفه بفكه 3 قطع وبنضفه كويس. اهم حاجه بقى الجزء ده عشان يقفل ويفتح معايا من هنا كويس. الجزء ده بربطه للاخر. لو مربطش للاخر وجيت افتح واقفل مش هيفتح ويقفل معايا. كده اتاكد ان هو بدا يفتح ويقفل كويس. تمام كده اصبح جاهز للتغليف والتعقيم. شكرا.